إذن شكرا للجريدة ديال العرائش أنفو لمواكبتها هذا الحدث السياسي الشبابي بمدينة طنجة. كنت واجد اليوم بفندق سولازور في المنتدى الجهوي لشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوى الحسيمة. المنتدى الجهوي للموضوع ديالو كيصب حول تفعيل الدولة الاجتماعية للحزب التجمع الوطني الأحرار وضعها كبرنامج انتخابي. الدولة الاجتماعية طالب بها الشعب عن طريق الانصات اللي دار الحزب التجمع الوطني الاحرار في المحطات ديال 100 مدينه. جمعنا الاراء ديال الشعب ولقينا على ان المواطن محتاج لواحد الدعم اللي هو اجتماعي، وهذا هو اللي خلى ان الحزب التجمع الوطني الاحرار يدير برنامج كيقيس الشعب. اليوم احنا كشباب كنتمنوا جميع الاجراءات اللي كتقوم بها الحكومه في البرنامج الانتخابي ديالها، وكذلك يعني كنساهموا بواحد الشكل في التاثير ديال الشباب بالتوجيهات الملكيه الساميه اللي وضعها صاحب الجلاله باننا نصنعوا نخبه جديده ديال الشباب اللي هي محبه للوطن ديالها محبه للجميع. على المستوى المحلي يعني الاجراءات اللي قمتوا بها على المستوى التنزيلي لهذا البرنامج الاجتماعي وخاصه فيما يخص الحمايه الاجتماعيه. بطبيعه الحال حنايا كشبيبيه تجمعيه ولكن حزب التجمع الوطني الاحرار هو كبن الحزب في الجميع ديال المساطر ديالو. قمنا بتاثير الساكنه حول ما يتعلق بالحمايه الاجتماعيه وحفزناهم على انهم ينخرطوا ويمشيوا يتسجلوا باش انهم يستفدوا من هاد التغطيه الصحيه. هذه التغطيه الصحيه اللي كان الشعب دائما يشتاق الى ويطالبها في جميع المحطات، ولكن اليوم جينا كحزب التجمع الوطني الاحرار رفعنا الرهان ورفعنا السقف عاليا في واحد مجموعه كثيره ديال البرامج اللي الحمد لله قادرين على اننا نحققوها وقادرين على اننا ننزلوها الارض الميدان. ربما نشاهدوا بعض التشويشات اللي كنشوفوها من طرف بعض الاحزاب اللي هي كتتخفى في صوره معينه، ولكن نحن على درايه بالامر وحنا نواجه كل الخطابات ديال العدميه من اجل انهم يضربوا لنا هذا البرنامج. وانا من هذا المنبر كنقول لجميع المواطنين والشباب على انهم يثقوا في الحكومه، الحكومه درت برنامج اللي هو واقعي، برنامج جاي من ارض الواقع مع المواطن، ونظرا لان كاين شي جهات لان شافت ان حزب التجمع الوطني الاحرار في رئاسه الحكومه اللي السيد عزيز الاخنوش غادي بواحد الوتيره اللي على السقف بزاف، فلهذا راه ما يمكنش ان كل شيء يعجبو الحال، بطبيعه الحال انهم غادي يقوموا بالتشويش باش ان ما يبانش داك الشيء اللي قادر عليه حزب التجمع الوطني الاحرار. وبهذه المناسبه كنقول لجميع المواطنين على ان الحكومه جايه ببرامج اللي هي واقعيه، وان شاء الله غادي تشوفوا هذا الشيء على المدار ديال الايام المقبله. نعم، وهذا على المستوى الاقليمي كالوضع الراهن هو يعني الوضعيه ديال الاضرار اللي تصابت بها الساكنه فعلا سواء الاقليم فعلاً. يعني انتم بالنسبه لكم الشبيبه التجمعيه على المستوى الفرع المحلي يعني المجهودات اللي قمتوا بها من اجل تخفيف الاضرار للساكنه. لا يفوتني الامر انني نوضع الاشاره كذلك الاحداث المأساويه اللي عاشها لبعض الدواوير في الاقليم ديال مدينه العريش، ولا يخفى على الجميع في الاقليم سواء على المستوى الوطني ولا الاقليمي الدور اللي لعبوه البرلمانيين ديال حزب التجمع الوطني الاحرار بما فيهم الحاج السيمو والاخت زينب السيمو بالتحركات اللي قاموا بالنزول لارض الواقع، لان احنا كبرلمانيين ديال حزب التجمع الوطني بينا على اننا ناس ديال الميدان، هودوا الارض الميدان، نزلوا عند الناس، شافوا الهموم ديالهم، وساعدوهم بكل ما تتيح لهم من امكانيات اللي هي محليه وكذلك وطنيه باش اننا نرفعوا الضرع على هاد الناس، فعلا الناس اللي هي يعني تعرضت لواحد الخسائر كثيره سواء في الديور ديالهم ولا في الماشيه ديالهم ولا في الوسط البيئي اللي كيعيشوا به، ولكن هذا ما خلاناش اننا نبقاو مكتوفي الايدي كنتفرجوا، بالعكس نزلنا الارض الميدان، والحكومه الله جزاها بخير انها وفرت واحد الدعم جد 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 مهم لهاد الناس هادو الضحايا ديال هاد الحرائق اللي وقعت. وبهذه المناسبه كنشكر الحاج السيمو الاخت زينب السيمو بجميع المبادرات القويه اللي قامت بها من اجل هاد السكينه هذه اللي كيشهد بها جميع الاقليم وكذلك على المستوى الوطني.